بدي اشكر بيلا اكيد على التقرير. دائما زي ما حكينا المشاهير وخاصه مشاهير هوليوود بيكونوا بكامل اناقتهم سواء على خارج الكواليس او يمكن على المسارح. معنا كمان نبقى في الفاشن والموضه، معنا مصممه ازياء اردنيه اسمها هبه لامبر كنعان، نرحب فيها ونقول لها صباح الخير هبه. صباح النور هلا حبيبتي. طبعا معنا الموديل جبتيها ندى الاغا، صباح الخير. كيفكم؟ تمام الحمد لله. هبه طبعا عملتي فاشن شو او عرض زي ما بيقولوا عرض ازياء قبل امبارح، بس قبل ما نحكي عن هذا كان اول عرض ازياء لإلك بالضبط. قبل ما نحكي عن هذا بنحكي عن كيف بديتي. طبعا هاي اكيد كانت هوايه وخبره يمكن اكتسبتيها مع الوقت وحب عشق لهذا الموضوع، بس بديتي تشتغلي فيها باحتراف قبل سنه ولا كيف الموضوع؟ من هيك وقت بلشت. انا طول عمري كلنا بنحب الفاشن كل الستات، بس انا الوالده بتخيط بس برضو از هوايه كهوايه، وطول عمري عملت اواعيه بدخل كتير التراث، بحب الاشياء التراثيه، وكنت اجمع دائما الفضيات زي العقود الفضه والاساور وهيك. فصار وصل عندي مرحله انه بحب اني ادخل الفضه في اللباس اللي انا بستخدمه عشان اكون مميزه. يعني بتحبي التراث والعادات الشرقيه يمكن وبتضيفيها يمكن على اواعيكي سواء الملابس، بس بتعمل ملابس ولا بتعمل اكسسوارات واشياء ثانيه؟ بعمل اكسسوارات بس هلا مركزه على الملابس اكثر شيء. هلا من ضمن الاشياء اللي عملتهم كنت شجاعه زي ما نقول اني اسوي فستان عرسي. هي بدها جرأه والله. لاني كنت عارفه شو بدي، بدي شيء مميز وبدي شيء بنفس الوقت يعكس التراث تبعي. انا يعني شركسيه. اوكي. فحبيت انه فستان يكون فستان شركسي بس بنفس الوقت يناسب كفستان عرس. بس يعني كثير كنت واثقه من حالك ومن جرأتك، زي ما قلتي في جرأه ومن ذوقك حتى تعملي فستان عرس اللي هو يعني بتعرفي هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنهايه لوحدك. كنت حابه البس شيء انا مرتاحه فيه وحبيته وفخوره فيه. وقديش اخذ معك شغل تقريبا؟ اخذ وقت، اخذ شهر يمكن والله، بس لانه يعني كله شغل على الايد كان خرز وشورفسكي كريستال، فاخذ وقت. امك ساعدتك بهذا الموضوع؟ امي عملت الفينشينج بس مش هي اللي خيطته. اللي خيطه بس انا اشرفت عليه طبعا. قلتي قبل شوي انه طول حياتك بتعملي ملابسك او اواعيكي، انه طول حياتك من ايمتى؟ من انو سن؟ يعني لنقول من اول ما وعيت على هذا بالمدرسه، يعني فستان تخريجي كان تصميمي كمان، فستان تخريجي بالجامعه كان تصميمي والله. يعني كل ما في حفله عرس في كذا. وانت بتنقلي قماشه؟ انا بنقلي قماشه وبتخلي مين يخيط مثلا؟ طبعا اني بحب يعني ديزاينرز مصممين ازياء عالميين وكذا بستوحي منهم، بس بضلوا الطابع والتراث بحب ادمجه معهم. بيكون القصة معاصرة بس بدخل فيها الاكسسوارات والتاتش العربي واللمسة العربية والتراثية أكثر. زي ما حكيتي يمكن بتحبي كمان الكوفية، كثير بتستعمل الكوفية بأواعيكي. قصتي مع الكوفية قصة، كلنا بنحب الكوفية. أنا طول عمري بحب ألبس الشماغ الأحمر بكل المناسبات، كنت أحب ألبسه بالجامعة بالمدرسة. قصتي كيف بلشت أعمل فساتين الكوفية، شريت فستان لبنتي الصغيرة قبل 3 سنين من سوق جارة وحطيت عليه اكسسوارات للأطفال، يعني فراشات وكذا ملونين، ورحت على كندا أولاد البيبي الثاني طفلي الثاني. ما شاء الله. كل الناس حبوا الفستان، قلت لما ارجع لما بدي ابلش اسوي اشياء. يعني الاجانب بيحبوا هذا الديزاين ولا كمان العرب؟ الاجانب والعرب. بعدين صرت اشوف على الانترنت اتابع، اكتشفت انه في شيء اسمه موضه الكوفيه، وانه اشهر مصممين الازياء العالميين بيستخدموا الكوفيه بتصاميمهم. ولفت نظري كثير مصممه ازياء هي مقيمه في نيويورك وفازت بسنتها يعني بال 2006 بجائزة أحسن تصميم لهذيك السنة بأسبوع الموضة في نيويورك، وكان عبارة عن حطة فلسطينية أو أبيض أسود وحطة حمراء. احنا بس هاي الموضة بتعتبريها بتروح وبتيجي ولا بتضلها؟ بس هي كانت بتدعي انه هذا التراث تبعهم، فانا هون قلت لا لهون وبس. لهون وبس لازم من احنا يعني نعمل اشي في الموضوع. اوكي. فبلشت اعمل فساتين ادخلهم حطة. طبعا هاي يمكن شماغ زي ما قلتي احمر وابيض، وندى كمان طريقه مع تطريز شماغ الابيض والاسود مع التطريز الفلاحي. كثير حلو جد، كثير حلو. وهون انا مستخدمه هلا يمكن كمان شوف بعض من اعمالك. الفضيات اجين على بتضيفي، يعني انت كل شيء بتضيفيه من افكارك، من وحي افكارك بالضبط. بس بتحسي يعني الشماغ او الكوفيه موضه بتروح وبتيجي ولا بتضلها؟ هو المفروض ما تروح وتيجي، احنا بالنسبه لنا هذا تراثنا، والمفروض احنا اذا راحت نضلنا نجيبها بالضبط. يعني المفروض هيك نضلها موجوده على الساحه. بس انت ما درستي يمكن فاشن او ازياء، انت درستي انا دراستي كثير بعيده، دراستي هي اكثر صيدله وبمجال
الصحه اكثر. بس بتضل هالهوايه هي اللي والعشق للإشي اللي بتحبيه تعمليه بضلوا يطلع. بالضبط. هلا بنشوف يمكن بعد من تصميماتك على الهواء وعلى الشاشه. بس الصيدله زي ما قلتي جد كثير بعيد، هاي يمكن اول فستان، هذا من الاعمال الاخيره. هذا من الاعمال الاخيره زي ما بتشوفي، هو الشغل اكثر على القبه تبعته. عباره عن القروش الفضه على حزام، مشغولين على حزام يدوي. وعلى فستان ممكن تطلع فيه ست سهره وتكون مميزه غير عن كل اللي موجودين. وانت اللي بتنقي القماش، ايش القماش الاكثر بتحبيه؟ هو قماش، لا هو بيعتمد على التصميم نفسه. وبيعتمد على المناسبه. يعني وانت عم بتصممي بتكوني بتفكري بنوعيه القماشه؟ طبعا، وباخذ بعين الاعتبار الموسم، اذا صيفي اذا شتوي بلعب دور. نشوف الصوره اللي بعدها. اذا شايفين هون القماش، هو قماش المدرجة المخمل الاسود. حبيت انه يكون من وحي تراثنا، لانه هذا شاركت فيه في كان في فاشن شو، عرض ازياء بفلورنس قبل شهر لمصممة الازياء البرتا فريتي. فكنت لابسه واحد من هدول الفساتين. كيف تعرفي عن هاي المعارض؟ عن طريق الانترنت ولا بيجيكي؟ صراحه توجهت لي دعوه لاحضر، كنت محظوظه انه توجهت لي دعوه. بشكر صاحبتي امها لبنتي هيلين غوراني، وهي اللي كانت وجهت لي هاي الدعوه. والله. مع مؤسسه نهر الاردن. هذا نفس الفستان اللي قبله يمكن. نعم، فهو عباره عن قماش مخمل مشغول على القبه. القبه عباره عن طوق، هو كان عقد فضه. وهذا الفستان، وهذا الفستان اللي كنت لابسته. هاد كنت لابسيه؟ نعم. حلو. شغل كله على الكتف زي ما بتشوفي، برضه مواكب لاخر التصاميم العالميه هلا. وعليها وان شولدر على كتف واحد. وهذا كوفيه، هاي الكوفيه لازم تدخل كوفيه حلوه على فكره كفستان مميزه. غريب، ايش يمكن اغرب شيء فيه؟ او برضه هاي الكوفيه زي اللي انت تقريبا العبايه اللي انت لابستيها. مريحه جدا، تقدري تلبسيها على البنطلون جينز ليجينجز، على فستان اسود ساده. بيعطي جماليه وحركه وروح ثانيه للفستان الساده اللي انت لابستيه. هذا فستان كمان برضه من الكوفيه، والشغل على القبه تبعته عباره عن فضيات وحجر، حجر عقيق مشغول على الداير زي ما شفتي. بتقدري بازياء تلبسيها صباحا سبور او رسمي. هاي بتنفع كثير لليله حنة او لسهره ستاتيه بتحسيها. برضه كوفيه حمراء مشغوله كلها على الداير خرز. هلا مين بيشتغل فيها، انت كمان ولا بتستعيني بناس؟ بستعين بستات بيشكوا على ايدهم. هذا يمكن تنوره. هاي تنوره يعني مشغول الشغل على الخصر تبعها، حزام. برضه كان حزام هذا وانا حطيته على الكوفيه. هذول كلهم طلعوا بفاشن شو تاعك؟ معظم الاشياء طلعت بالاضافه لاشياء جديده. وهون حبيت اعطي، في هلا موضه كثير العمامه. حتى بنيويورك وبامريكا ان جنرال بيلبسوا العمامه. وانا فكرت فيها للمحجبات، انه ممكن تلبس شيء مميز كمان حلو وتكون طلتها غير. ايش كمان بتستخدمي؟ يمكن هاي اشياء بدويه مرصعه بشيء. هم فضيات وبتركبوا على الحزامات الموجوده. هذا فستان عرسي ما شاء الله. هو بنقدر نحكي خليط من فستان شركسي على عبايه على القفطان المغربي. فزي ما شفتي بحب امزج اي شيء له دخل بالتراث منطقتنا. في ازيائي. بس كثير حلو كثير غريب، يعني اكيد كل الناس سالوك مين عمله من وين جبتي. بالضبط، وكثير استغربوا لما قلت لهم انا، خصوصا انه ما كانوا عارفين اني بلش اللي لي هوايه بهذا الموضوع. هلا قلتي لي يمكن اول لما عرفتي انه خلص بدك تمتهني هالمهنه كنتي عامله فستان لبنتك وضفتي عليه اشياء عربيه. بالزبط. يمكن وروش معدنيه، بعدين قررتي خلص بس الناس حبوه انه بدي اروح لهذا الاتجاه. هو صرت البس اواعيه نفسهم. فكل الناس يقولوا لي كثير حلو، ليش ما بتعملي، ليش ما بتسوي لنا، يعني بدنا نشتري وهيك. فبلشت ما بتشتري اواعي من برا؟ طبعا لا، بشتري بس هدول بتحسيهم بيعطوا نكهه خاصه لشخصيتك ولطابعك. ما بلبس كل شيء من عندي، بس الا تكون مناسبات بزر. بس وقتها قررت انه خلص بدي اشتغل بهاي المهنه. مضبوط. نعم. رجعتي عمان وبدأتي فيها لحالك؟ لحالي وبتشجيع من اللي حوالي. تشجيع طبعا من أهلي ومن جوزي ومن صحباتي اللي حوالي.
يمكن لسه ما عندك محل حتى تبيعي هاي الأشياء. صراحة بعمان ما عندي محل، بس عم ببعث على محلات بدبي وبالكويت، بسوق بالكويت وبقطر بدول الخليج. على الإنترنت ولا رح تفتحي محل كامل إنه بنقدر نعرض فيه حتى الأزياء؟ إن شاء الله إن شاء الله بنفتح محل. طب افتح في عمان أول. هلأ في واحد من الفساتين تبعوني، الفستان اللي على كتف واحد لبسته ممثلة بنيويورك اللي هي كانت حاضرة الفاشن شو، فطلبت مني أسوي لها واحد زيه على طويل. وقبل مبارح كان عندك أول عرض أزياء، نشوف يمكن بعض الصور كمان عبر الشاشة حتى تحكي لنا أكثر إيش الموضة ل 2011. هلا هذا فستان هو عباره عن فستان على دشداشه بس على قصير، والشغل هو كتير بسيط. الحلاوه فيه الشغل على الحزام، يمكن مش مبين كتير بالصوره، بس هو عباره عن حزام لبيس بيقولوا له من العقيق. كمان انت لك علاقه بالحزام والاكسسوارات، يعني بيطلع فستان كامل؟ طبعا طبعا. انا والكنادر جزء من الـ من الـ من والكنادر والشوز وهيك. لا هلا ما اشتغلنا الكنادر والشوز. اوكي. هذا عباره عن زي توب على الكتاف، مشغول برضو من العقيق، يعني زي الحمالات او الشيالات تبعون البلوز. عقيق وفضيات. هاي نفسها صح؟ نفسها الصورة. بس بتحبي كل اشياء تكون يدوية مظبوط هبة؟ كتير بتكون احلى صح، بتكون مميزة، والفينشنج والتشطيبات تبعتها بتطلع ارتب. وهاي بلوزة لكل يوم، الشغل برضو على القبة، خرز مشغول على القبة، وهذا على شكل تاني. زي ما بتلاحظي كل الأجسام وكل الأعمار بيقدروا يلبسوا، وكل المناسبات يعني صح. هذا ممكن تلبسيه أثناء النهار، أو بدك تشربي قهوة مع صاحبتك، تشربي شاي، ممكن تلبسيه كمان. جد حلوين. هذا الحزام موجود على البنطلون. هلأ ماش طبعة النمر كتير فاشن بالموضة، وتشوفي العباية عليها من وراء، من برضو من تراثنا، الخمسة وخميسة. خمسة وخميسة الكف، هي الكف. وهذا لون ثاني منه على ذهبي. هاي دول عبايات مظبوط؟ هذا بالضبط، وهذا بسموه القفطان الكويتي. القفطان أنا عملته من قماش جينز، والكلفة شغل أفغاني، تطريز أفغاني، ومن جوا مبطن بقماش الصاية الشامي، اللي اذا بتشوفي باب الحاره بيكونوا لابسين الانباس تبعهم. أيوة. من نفس القماش. فزي ما قلت لك بحاول انه ادمج كل الاشياء التراثيه تبعتنا، والبنطلون عليه الحزام. وهون نفس الشيء بس على فيست قصير اللي تقدر وحده تلبسه وما تتقيد بطوله. وهذا فستان العرس اللي ختمنا فيه العرض. فاشن شو ناجح، كان في حضور جماهيري كبير. تفاجأت بالحضور، وحتى بنهاية بالختام لما شكرت الكل اللي اجوا، اصحابي اللي كانوا حوالي، وهيك شوي المشاعر دبت في الموضوع، شوي بدي ابكي شوية.